أبو سليم، نحن كثير مبسوطين إنه عم نكرمك بحلقة الليلة. بعد في كثير عنا حكي نحكي، بس بدنا نتوقف مع فاصل، بدنا نسمع غنية شو عذبنا الهوى يلي جمعتك مع الفنانة هدى حداد. رح نسمعها بصوت الفنانة ماريا إليسا والفنان فادي محفوظ. هاي بالستينات هاي. يلا رح نسمعها على المسرح. تبقى ناطرة على هك الباب وتقلنا يا شاطرة رفضنا الأحباب، وكانت تبقى ناطرة على هك الباب وتقلنا يا شاطرة رفضنا الأحباب، تسألني ما اسأل وتحاكيني انت واللي بيدلل بيفح الهوى. شو عذبنا الهوى، شو لوعنا الهوى، من بعد ما تلاقينا وسعدنا وتلاقينا ضربنا ايدينا طلعوا بالهوى. ولفتت هالحزيني عتباني ولا تبوع وتقلك حكيني وتتركها وتروح، ولفتت هالحزيني عتباني ولا تبوع وتقلك حكيني وتتركها وتروح، وقعت عيني عليها لا بوس ايديها وضاعت من عينيها ايام الهوى. شو عذبنا الهوى، شو لوعنا الهوى، من بعد ما تلاقينا